المشكله عاجله وملحه. النهارده قلنا بما اننا خدنا مع حضراتكم 5 ساعات صباحيه في السياسه وخمس ساعات مخلصه عليا، ويمكن حضراتكم ملاحظين وبعتذر من حضراتكم على الصوت والاجهاد. فقلنا بالليل بنحاول نسكن الموضوع فتره، نتكلم على مشكله ملحه بتمس قطاع عريض. زي ما قلت لكم قبل الفاصل، النهارده وصلنا الرقم 200,000 قضيه. 200 بيصلح لي، هصلح مع استاذ اسامه، بيقول لي 300. طيب الرقم اللي عندي كان شخصيا 200,000 يحتمل الخطا والصواب، ولكن حتى في حده الادنى فده كارثه. معنى كده في ايه؟ في 200,000 اسره بتعاني. ما هو الناس دي مش عايشه لوحديها كده، اتزرعت في الدنيا كده. اي بنت او راجل، ولد او ست، كل دول ليهم اهالي وليهم ناس وكلهم يعانوا. الموضوع شائك، ولكن اتعودنا معاكم طول ما بنراعي ربنا نحن ندخل في حقول الالغام ونحن نتحسس الطريق. ودعوا لنا ان احنا نخرج من حقل الالغام بدون ما حاجه تنفجر في وشنا. برحب بماري ماكين بخيت، اهلا وسهلا بك يا مدام. والاستاذ اسامه فرج، اهلا وسهلا يا استاذ اسامه. اخترنا حالتين تبدو ان هي حالات صارخه للتاثر او متاثره بما يحدث الان. طب انا شايف ان انا مقدماتي ملهاش لازمه، ابدا اسمع منهم. ماري قولي لي حكايتك ايه مع قصه الجواز التاني؟ انا حكايتي طبعا انا متجوزه بقالي 5 سنين. ايوه. فتحت ملف في المجلس الاكريكي بعد 3 شهور من الجواز بسبب ان اكتشفت عقد الجواز بتاعي مزور. ان الاب الكاهن اللي كلل لنا كان تبع الزوج، ما كانش تبعي. يعني ايه تبع الزوج مش تبعي؟ يعني طبعا من كنيسته هو مش من كنيستي انا. انتوا الاثنين ارثوذكس. فطبعا الزوج، انا اتجوزت جواز تقليدي جدا. فهو اللي اختار الكاهن ده، وده هو اللي كلل لنا. فطبعا الكاهن ده بعد ما كلل جت مامتي تروح تطلب منه عقد الجواز، رفض يدهولها كذا اكتر من مره تلح عليه، قال لها انا ما سجلتوش. فطبعا ماما راحت محكمه الاسره، طلعت صوره تبكي الاصل من العقد الجواز. فبعد 3 شهور طبعا ماما ما رضتش تقول لي ايه اللي حصل ولا ايه اللي كده، عشان ما يحصلش مشاكل بيني وبينه. فعلى طول كنت في اهانه وضرب وبهدله، كان بيحبسني في البيت وكان بيعذب فيا تعذيب تام، يعني كان بيقطع جسمي من الضرب. ليه؟ لوحده ازاي؟ هو كده يعني كان مش في اي حاجه ما بيننا، ومره واحده الاقيه قام يموتني من الضرب. ومعايا صور تثبت الكلام دوت. دي اخر ضربه بالنسبه للضرب اللي انا ضربته. عملت فيها عمليه في عينيا. هاتي الصور. اتفضل. ممكن ناخدها سمير؟ معلش هي المستندات جت كتيره، ولكن انا هتعبك معايا بقى النهارده. دي بعض الصور اللي تثبت استحاله مثبت ايدي اهي، ومعاك الصور تقدر تاخدها على الهواء. دي مره واحده يعني من ضمن المرات. ادي الصور اهي قدام حضراتكم اللي بتؤكد الحكايه دي. مدام ماري اللي قدام حضراتكم هي دي صورها بعد شيء من الاهانات. اتفضلي كملي. فطبعا بعد كده حضرتك لما جيت رحت عند ماما. فماما حكت لي على اللي حصل، ان هو كان مانع ماما من دخول البيت. يعني ماما عندها 62 سنه، ست كبيره. ضربها، كسر لها مراخيرها، عمل لها محضر في القسم ان هي ما تخشش البيت تاني. فطبعا ماما لما رحت عندها فبتقول لي ده حصل كذا كذا من الاب الكاهن دوت، ورتني عقد الجواز، اكتشفت التزوير. التزوير بقى في ايه؟ التزوير انا كان اخويا متوفي قبل الفرح. ما حضرش طبعا الفرح بتاعي، اكتشفت ان مقلدين امضه اخويا المتوفي انه شاهد على عقد الجواز. امال مين اللي شاهد اصلا؟ كان جوز خالتي. فطبعا الورق اللي فين العقود اللي مضى عليها جوز خالتي دي؟ طب وايه مصلحتهم في كده؟ انا اللي بسال السؤال دوت. انا مش عارفه هم ليه عملوا كده. العقد الكنسي الموجود في مطرانات الجيزه حاليا موجود فعلا، اللي هو الشاهد الحقيقي كان جوز خالتي. لكن العقد المدني مختلف تماما، بياناتي كلها مش مظبوطه، رقم بطاقه، تاريخ ميلاد، عنوان مش موجود خالص. طبعا ايه ده غير الشاهد المتوفي. لما رحت قدمت الورق ده في المجلس الاكريكي بعد 3 شهور من الجواز وفتحت ملف هناك، قالوا لي ما فيهوش اي حاجه وده عادي جدا. فيها ايه؟ ده غلطه قلم.
ابونا غلط غلطه قلم. طب ابونا غلط غلطه قلم في واحد متوفي وقلد امضته؟ طبعا مش منطقي يقول كده ابدا. فطبعا استدعوا الكاهن وقالوا انت ليه عملت كده. طبعا الحكايه اتقضت طبعا عشان ده اب كاهن، لا مش هينفع ان يحصل فيه اي مشكله ان كان فيها شلحه. فغصبوا عليا ان انا ارجع للزوج ده تاني ويعملوا لي عقد جواز تاني بشرط احنا هنقف معاكي وهنساعدك وهنطلقك بس توافقي ان يتعمل عقد جواز تاني. فطبعا عشان خاطر قالوا لي كده اضطريت ان انا مين اللي قالوا لك كده؟ المجلس الاكريكي الاب كان اللي ماسك الملف من دون ذكر اسامي. فطبعا ان انا وافقت ان يتعمل عقد جواز تاني. سموا طبعا العقد تصادق على عقد الجواز. التصادق ده المفروض يتم لو انا كنت متجوزه عرفي. انا متجوزه في كنيسه وعلى يد الناس كلها. اوكي ماشي قبلت برضو يتعمل التصادق. التصادق ده المفروض يتم في نفس التاريخ الزواج اللي فات. عملوه بعد تاريخ الجواز باربع شهور. طبعا المفروض يتم العقد دوت من اب كان نفس الاب كان اللي كان لنا. اب كان اللي كان لنا ده بعد نفسه عن الموضوع تماما. في اب كاهن تاني جه قال انا هعمل لكم انا العقد الجديد. على طبعا المفروض ان هو يعمله من الدفتر بتاعه اللي بيوثق فيه العقود. جاب دفتر اب كاهن مش موجود تماما، مسافر امريكا بيتعالج وتوفى هناك. وقلد امضه الاب الكاهن اللي مش موجود اللي في امريكا، يعني تزوير تاني. ببيانات تانية اللي هي الصحيحه بتاعتي، بشهود تانيين، بتاريخ جواز تاني، كل حاجه مختلفه. يعني العقدين مزورين. مضيتي على العقد التاني؟ مضيت على بياض كمان. قالوا لي امضي غصب عني بندوني عشان يا اما كده يا اما مالكيش حاجه عندنا. انت لو عايزه تحل المشكله ديت وافقي. اضطريت ان انا وافق. فبقول لابونا طيب يا ابونا العقد الاولاني هيروح فين؟ ما هو في موجود في المحكمه، ازاي هسجل العقد التاني؟ ده مش شغلك وما تساليش في اني مالكيش فيه. صممت ان انا اعرف. قال لي انا هريحك وهقول لك احنا هنشيل ده ونحط ده بداله. قلت له خلاص يا ابني انت عارف كده خلاص سكتنا على كده ووافقت ورجعت بيتي. وبعد ما رجعت طبعا الضرب والاهانات ابتدت تاني، حرمني من الجامعه بتاعتي، كنتش لسه كملت الجامعه. كنت المفروض ان انا داخله سنه ثالثه، قال لي مفيش جامعات. قعدت من الجامعه وافقت خلاص ده امري بقى خلاص. بعد كده هو لما هربت وسبت البيت رحت عند ماما تاني. قلت لها يا ماما ما نقعدش في البيت هنا. خدت ماما ومشينا من البيت خالص ورحنا قعدنا في حته تانية. جه وحاول يكسر الشقه وبقى يدور عليا عند الناس ويقول لهم انتم مخبيينها عندكم. جيت رحت المحكمه عشان اشوف عقد الجواز التاني ده متسجل ولا لا في المحكمه. لقيت العقدين متسجلين في المحكمه برقمين حصر، كل رقم غير التاني. فطبعا رحت بلغت المجلس بالكلام دوت. قالوا لي برده ما فيهاش مشاكل، انت عايزه توصلي لايه؟ انت فاكره ان انت تقدري تاذي ابونا دوت؟ انت مش تقدري تعملي له حاجه. ومين هيسيبك تعملي حاجه؟ قلت لهم يعني ايه الحل؟ قالوا يعني الحل تفضلي قاعده كده اهوت، عاجبك عاجبك مش عاجبك انت حره اعملي اللي انت عايزاه. طب اروح فين؟ اغير ديني ولا امشي غلط؟ حد هيشك؟ روحي، عايز تسلمي روحي اسلمي. المجلس عايزه تمشي غلط امشي غلط. احد الاباء جوه المجلس الاكليكي، سكرتير المجلس الاكليكي. سكرتير المجلس الاكليكي بدون ذكر اسمه. وده غير طبعا المعامله اللي بيعملها لنا، يعني خصوصا سكرتير المجلس الاكريكي اسلوب غير لائق باب كاهن، اسلوب غير لائق ان هو يعامل الناس بيه، شتيمه وتهزيق ومنتهى قله الادب. واللي عاجبه عاجبه ومش عاجبه خلاص انت تفضلي قاعده كده زي البيت الواقف وده اخر حاجه عندنا. عايز تصلحي احنا هنصلحك، غير كده انت مالكيش حاجه عندنا، احنا ما بنطلقش. حد قال لك ان احنا بنطلق؟ خلاص هو كده ده اللي عندنا. فطبعا وافقت بالامر الواقع ده. فضلت قاعده عند ماما سنه. بعد السنه رجعت تاني. ابوات كان طبعا حاولوا انهم يرجعونا ويصلحونا. اخر حاجه المجلس الملي تدخل وحاولوا يصلح ما بيننا ورجعونا وخدوه عليه اقرار ان هو ما يتعرضليش. وبعد كده اكتشفت واقع الزنا وهو اعترف بيها وقال لي حصل. طيب طبعا انا مش عارفه اروح اقول للكنيسه ايه، مش هيصدقوني. طب اثبتي، هانت صورتيه، هانت سجلتي له، حتى لو صورت له او سجلت له في ناس تانية معاها حالات زي كده برضو انت برضو ما ينفعش. فروحت في بعض البرامج بيسجل فيها الانبابولا. حكيت له على الموضوع دوت. قال لي انت لو ثبتي لي الكلام دوت انا هديكي بطلان زواج. ايوه. فقلت له طب ازاي اثبته ازاي يا سيدنا؟ قال لي صعب، مش كده صعب اللي انت تثبتيه؟ قلت له صعب طبعا. قال لي لو اثبتيه انا بقول لك هديكي بطلان.
فعلا انا رفعت قضيه في المحكمه طلاق لعله الزنا واثبتت الزنا وخدت حكم نهائي بالزنا. ولما قدمته للمجلس قالوا لي انت ملكيش عندنا اي حاجه. اتفضلي. بس دلوقتي الانجيل بيقول لا طلاق لعله الزنا، وهم بيقولوا احنا ما بنطلقش غير لعله الزنا. فين الكلام اللي هم بيقولوه؟ فين الطلاق لعله الزنا؟ معاكي حكم نهائي. معايا حكم نهائي لعله الزنا. حكم المحكمه نهائي. نهائي وشهاده وعدم حصول استئناس. قالوا لنا هات لنا شهاده ان هو ما استأنفش الحكم. جبت شهاده ان هو ما استأنفش الحكم. جلسه معقده بصراحه للمحكمه برئاسه الاستاذ الاستاذ فاروق فخر رئيس المحكمه، عضويه كذا 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 المرفوعه من فلانه ضد فلان. وحيث بعد سماع وقائع الدعوه موقع من حقه معلنه قانونا للمدعى عليه طلبت كذا 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 التفاصيل. في النهايه عملا باستقر عليه في كل تفاصيل القضيه. وفي النهايه ولما كانت قد قامت دعواها لتطليق والتمثل في إذاعة والسبب تعد وقد ضبطتهم المدعي في عوده وقد سلم المدعي عليه بطلبتها الذي ترمى المحكمه عدم امكانيه استمرار العشره بما يمنعها والمدعي عليه وتطمئن لثبوت واقعه الزنا في حق المدعي عليه وهو ما يتحقق معه السبب الموجب لتطليق الزنا المدعي عليه. طب الحكم النهائي اهو مش كده تبع الدين ماشي في عدم طعن كمان وفي شهاده بعدم حصول استئناف ان هو ما استأنفش الحكم. غير كده كمان الانبا بولا استدعى الزوج وقال لازم يجي واعمل مواجهه ويقول قدامي ان ده حصل ام لا. فطبعا الزوج جه وحضر بعد ما اتصلوا بيه كتير وما كانش رافض ان هو يجي. فطبعا بعتوا له عن طريق اب كاهن وجه واحترف بواقعة الزنا قدام الانبا بولا. الانبا بولا اتهمه بالجنان. قال له انت مجنون، ان واحد يقول على نفسه كده اكيد انت مجنون، فحتى لو هو مجنون انا يبقى من حقي ان انا ما اقعدش معاه. ده على كلام الانبا بولا. بس فطبعا قال له اخرج من قدامي عشان انت هترفع ضغطي. انت ازاي تعمل كده؟ ازاي دافع عن نفسك؟ انا عايزك تتكلم، دافع عن نفسك، قول لي ما عملتش كده. قال له لا انا عملت كده. قال له لو ما خرجتش بره هندهلك الامن يطلعك بره. جيت اتكلم قال لي بقك ما يتفتحش. مش عايز اسمع صوتي خالص. اطلعي بره وما شفتش وشك هنا تاني. ومالكيش عندي حاجه. ليه؟ ومالكيش عندي حاجه. ومالكيش عندي حاجه. رغم ان هو في اول الكلام قال له انت محترف على نفسك ان انت زاني وانا ليا حكم المحكمه وانا هنفذ حكم المحكمه. المحكمه تقول ان انت زاني يبقى انت زاني، ان القانون فوق دماغي. ده الانبا بولا. بعد كده هوت قال الكلام دوت وقال له اطلع بره انت خلاص كده هوت. ده الحوار بينك وبينه. لا الانبا بولا رفض اي كلام ما بيني وما بينه. وانتهى الموقف على كده. ما تتكلميش خالص، انتهى الموقف على كده. بعد كده الانبا بولا سافر، جه بعد شهر بتصل بالمجلس، الاب كان اللي ماسك الملف، اسبوع اتنين تلاته الانبا بولا تعبان، الانبا بولا مش هيشوف حد، الانبا بولا مسافر مش موجود. طبعا طب الانبا بولا مش فاضلنا، قاعد بيعمل ايه؟ احنا عايزين حد يتفرغ لنا. الانبا بولا اسقف طنطا، لكن ما ينفعش ان هو يبقى اسقف طنطا ورئيس المجلس الاكريكي. رئيس المجلس الاكريكي ده لازم يبقى حد فاضي، ويا ريت يكون حد مش راهب عشان ما يحكمش علينا بالرهبنه. هو حكم على نفسه انه يكون راهب لكن ما يحكمش علينا بالرهبنه. احنا عايزين حد يفهم قانون، حد يحكم بالقانون وبالدين، لكن هو ولا بيحكم بالقانون ولا بيحكم بالدين، يبقى ايه هو صفته؟ هقف معاك عند هذا الجزء واروح لاستاذ اسامه فرج، احكي لنا الحكايه. في بدايه كلامي هستشهد بقول قداسه البابا شنوده اللي تعلمنا من فمه المباركه الكثير. فاحد اعظات قداسه البابا شنوده بيقول ان التباطؤ في رد الحق للمظلومين هو الظلم بعينه. قبل ما اتكلم في موضوعي، كل الناس اللي مقهورين اللي بقى لهم سنين، اللي بقى له 11 سنه و12 سنه و8 سنين، وبنت في رعيان شبابها زي الأستاذة ميري، التباطؤ في رد الحكم ليها أو في رد حقها أربع وخمس سنين، هل ده ظلم ولا مش ظلم؟ مين اللي مفروض أن يرد الميري وغيرها وغيرها وال 300 ألف دول الظلم اللي واقع عليهم؟ مش عارف دي في بداية. وأنا برضك يعني بستفسر زي سعادتك. بالنسبة مشكلتي أنا مع الكنيسة سعادتك، أنا اتجوزت في يناير 2010. عقد ممكن اعرض المستندات ولا ده بعد كده ساعتها؟ اتفضل طبعا. عقد الكنسي اي حد بيروح يتجوز بيتجوز بالبطاقه. بطاقتي وبطاقه الزوجه. بطاقه الزوجه حضرتك مكتوب فيها انسه. والعقد الكنسي وبرضك
نفس الموضوع ونفس التلاوة ونفس القصة ونفس المأساة بتاعة كل منكوب الأحوال الشخصية. إن بيكون الأب الكاهن له صلة قرابة أو معرفة بالحد المحايد له. تمام؟ في حين إن أساساً الإنجيل نهى عن المحاباة. الإنجيل نهى عن المحاباة. العهد الكنسي مكتوب فيه سعادتك بكر. ومضيت يوم الإكليل على إن الزوجة بكر. جيت بعد عدة أشهر علشان أستلم عقد الزواج المدني بعد ما الأب الكاهن يوثقه. فوجئت إن كلمة بكر اللي أنا مضيت عليها مطموسة. مطموسة طمس غير طبيعي يعني. طمس مفضوح. ومتعدلة لكلمة مطلقة. وكلمة لم أضيف ليها نون وعين علشان تصبح بدل لم يسبق لها الزواج بقت نعم يسبق لها الزواج. هل في حاجة في اللغة العربية اسمها نعم يسبق لها الزواج؟ الذي قام بالتغيير. أنا عايز أشوف هوريهم سعادتك معلش لو سمحت. بالإضافة إنه أضاف بيانات تصريح الزواج للزوج السابق بخط مغاير، يعني العقد الجواز معمول بثلاث خطوط سعادتك. طيب وريني دي الواجهة ودي الظهر سعادتك. وريني الواقعة دي. تم تغيير فين الحاجات بقى؟ أيوة يا فندم. دي هنا كانت أنا ماضي على بكر. هل في عقد ما ينفعش يبقى عقد شقة يعني حتى سوري في اللفظ. برضو بقت ايه بكر طمسها بقت مطلقه. انا ما انا بكر هي ما واضحه جدا هي ما تطقريش لبكر. طيب. ولا مطلقه لا 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 بص واضحه جدا جدا خدها على الهوا. كانت البكر هي واضحه وبعدين متغيره وبقت المطلقه. مطلقه وفي الخلف المطلقه. وفي الخلف. معلش خلينا نشوف التانية. كلمة لم اضاف ليها نون وعين. دي بقى أقوى بكتير يا سمير لو عايز تاخد دي. فقرر الزوج لم يسبق لسه في الأقوى. طيب ده يوم المفاجآت. فقرر الزوج لم يسبق له الزواج وقررت الزوجة لم بقت إيه فلم. اللم هي واضحة جدا. لم هي بصوا يا جماعة بصوا لم دي تعديل مفضوح اتحطت النون فوق. بصوا شايفين بخط مغاير واضح جدا ان خط مغاير بقت نعم النون اتسرقت. لا انا احب اللعبه الحلوه حقيقه. انا احب اللعبه الحلوه حريف خليها اهي اهي بيانات تصريح الزواج اللام بقت نون. نعم معوجه نعم جايه من فوق العين. اول مره اشوف عين تتسحب زي لام. سبحان الله. اكيد لما الناس الكبار اهلينا الكبار لما قالوا اللي يعيش يا ما يشوف اكيد يشوف. وهتشوف سعادتك منطق تاني هنا. نعم يسبق لها الزواج. وبيانات بيانات التصريح بتاع الزوج السابق مكتوبه بخط مغير. العقد مكتوب بثلاث خطوط مغيره. طب ايه يعني تنويع تنويع تنويع. تمام. فبعد ثلاث اشهر لما رحت استلمت العقد ده هوت طبعا هي اول ما وقع في ايدي العقد دهوت لمت حالها ومحتلها وجريت. تمام سعادتك. رحت للاب الكاهن. بس انت اكتشفت الحقيقه بقى من نفسك اصلا بس بعد كام شهر. تمام سعادتك. احنا ماشي. بيعتمدوا اللي دايما بيخشوا على غش سعادتك بيعتمدوا ان ايه ان مفيش طلاق في الارثوذكسيه خلاص. شيله وشلتها. انتهى الامر. تمام سعادتك. رحت المجلس الإكليكي بدون الإطالة زي أي حد. مماطلة وإطاحة وعدم رد مفيد نهائي. نهائي. رحت جبت صورة طبق الأصل في 19/6 من الدفتر اللي موضوع في المحكمة اللي هو بتقر المادة 74 في الأحوال المدنية إن هو لا يجوز نهائي. ده قانون يا فندم. إن هو لا يجوز نهائي إن هو يقوم فيه بالتعديل أو الإضافة إلا بحكم محكمة أو بتصريح من اللجنة الثلاثية. مين هما اللجنة الثلاثية؟ فلان وفلان وفلان يعني أحد الرئاسات في المحكمة. تمام سعادتك. ده في 19/6 فوجئت إن هي مكتوبة بكر في الدفتر بتاع المحكمة. هي بكر ولا مطلقة؟ أنا مش فاهم ولا عارف. البكر اهي واضحة جدا وتحتها خطين. ده في 19/6 على الهوا. طيب ماشي 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 مستأمني ليه؟ ما أنا الحاجات كتيرة أنا دماغي خلاص. البكر هنا البكر. هو مين اللي يسبق مين؟ عقد ايه اللي يجي قبل ايه؟ لا العقد الكنسي ده انا بستلمه يوم الاكليل يوم الجواز عشان هو عشان كده ده العقد الوحيد اللي ما امتدتش ليه اي يد عبس. لان انا مضيت وطبقت حطيته في جيبي. ايوه العقود اللي بعد كده بقى يعني معاهم. تمام سعادتك. لما رفعت دعوه في مكتب النائب العام دعوه تزوير ضد الاباء الكهنه اللي حرروا العقود دهيت
فقالوا لي طلع لنا صورة حديثة من نفس ورقة الدفتر الموضعة في المحكمة اللي هي لا يجوز ان اي حد يمسها باي مساس الا بحكم من المحكمة او زي ما شرحت لحضرتك زي ما هي او وضحت لحضرتك في المادة 74. فوجئت ان جنب كلمة بكر مكتوب صح المطلقة دي في ورقة المحكمة الدفتر الموضوع موجود جوه المحكمة سعادتك. يعني ايه صح المطلقة؟ انا اللي عايز اعرف سعادتك والله انا اللي بستفسر. شايفين يا جماعة احنا شفنا كام عدد دلوقتي مع بعض دفاتر المحكمة سعادتك. البكر صح المطلقة تعبير جديد نحته جملة جديدة في اللغة العربية. الدنيا بخير. الجدير بالذكر حضرتك هو لسه في جدير؟ يا فندم اتفضل. الجدير بالذكر ان انا رحت استعلمت عن الاحوال في الاحوال المدنيه عن الزوجه لقيتها متسجله على الكمبيوتر ان هي متجوزه 2 وادركت تعديلات على البطاقه بتاعتها في النص ولم تدرك سبق زواجها. يبقى اساسا ده في عمد علشان ال- 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 الاخ المقبل يعني ال- 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 الفريسه المقبله يعني في عمد ان هي تروح تعدل في سنه 2006 على البطاقه بتاعتها المؤهل بتاعها وما تثبتش سبق طلاقها يبقى في عمد. ايوه طبعا تمام سعادتك. وفاجأ ولما رحت النيابه في صفحه 15 دي عشان ما اطلش على حضرتك الاثنين الاباء الكهنه اعترفوا ان هم قاموا بالتعديلات بعد توقيعي. اعترفوا في تحقيقات النيابه. بيقول له ما قولك في تاريخ ذلك التعديل؟ انا مش متذكر التاريخ تحديدا. وهل من ثمة إجراءات تم اتخاذها حيال ذلك؟ أنا قمت بتعديلها مع نفسي. يا فندم السطر 6 أنا قمت بتعديلها مع نفسي. طيب ده اعتراف واضح. أنا قمت وهل ثمة إجراءات؟ أنا قمت بتعديلها مع نفسي. ده رد واضح. ها؟ وفاجأ إن المحضر اتحفظ. والبيانات البطاقة اللي هي أدخلت بيها عليا الغش خدت فيها غرامة 200 جنيه. في حين ان المادة 52 في قانون الاحوال المدنية بيقول اللي بيستخدم مستند ويدخل بيه الغش في عقوبات بتقع عليه. هي خدت غرامة. انا بستفسر دلوقتي ايه الايد القوية الرهيبة اللي فوق القانون وفوق العدالة وفوق كل حاجة اللي خلت ايد مين بقى معرفش امتدت لجوه الدفتر اللي موجود جوه المحكمة وعدلت وغيرت والايد اللي خلت كل المستندات دي تتعدل بعد توقيعي بدون اي اجراءات رسميه ومع ذلك يحفظ المحضر. ايد مين الرهيبه دي اللي ليها سطوه على القانون والقضاء والحريات؟ دي ايد رهيبه قوي. لازم نبص لها. دي ايد اقوى من امن الدوله. ايد اقوى من امن الدوله اللي كانت بتقهر وتعتقل وتعمل مجازر. بعد إذن حضرتك هل اللي بيحصل دلوقتي لكثير من منكوب الأحوال الشخصية بضياع سنين من عمرهم لا يقل عن القتل؟ ما يقلش عن القتل. أنت بتقتل هنا روح وأنت هنا بتقتل عمر. أنت بتهدم أسرة بتهدم نفسية 7-8 سنين مهدد كيان 300,000 راجل و 300,000 ست. مين اللي له مصلحة؟ في تعليق هنا هو بعد إذن حضرتك لو تسمح لي لما الأستاذة ميري بتقول له يعني أمشي غلط ولا أسلم؟ قال لها روح إسلامي. أنا النهاردة واقف هنا ليه حضرتك؟ أنا واقف هنا في كتير جدا بيتهمونا أن احنا ضد الكنيسة. بالعكس احنا مش ضد الكنيسة، احنا بنرفع عن الكنيسة الحرج، بل بالعكس احنا ما زلنا متمسكين بإيماننا. الأستاذة ميري لو ما كانتش متمسكة بإيماننا كانت سمعت نصيحة الأب الكاهن اللي قالها روح إسلامي أو امشي زي ما أنت عايزة تمشي. لكن لولا أن هي بتتمثل بأثناسيوس لما قالوا له العالم كله ضدك يا أثناسيوس قال لهم وأنا ضد العالم. احنا بنقول اهوت وبنعلنها من هنا، احنا ضد كل اي حد يزجنا بره قطيع المسيحيه. وهيجي اليوم زي ما الكتاب بيقول ويل للرعاة الذين يبددوا ايه؟ غنم رعيتي. الرعاة اللي مش واخدين بالهم من ولاد المسيح ومن ولاد الكنيسه دول هيجي اليوم اللي ربنا يسالهم عن الرعيه اللي عمالين يزجوها بره قطيع الرب. النهارده كل اللي بيحصل ده هوت حضرتك ما بينتجش عن 2. انا معايا كذا وقع، انا بعمل بحث اليومين دولت من قلب أرشيف أكتر من جريدة. كل القهر اللي بيحصل زي الأستاذة ميري، القهر اللي بيحصل لما بيرجع بين كل زوجين بيرجعوا بيحصل إيه حضرتك؟ لما ما بيلاقوش أي مفر. لو بتحصل جناية زي ما نازل في مصر اليوم امبارح، واحدة قتلت جوزها، وفي قبل كده حادثة في اسكندرية، وعندي 39 حوادث، 39 حادثة والحصر
مستمر وهحصر حالات اكتر من كده. كل دول حالاتهم سعادتك قهر من الرياسة الدينية. انا لا بقول الكنيسة لان الكنيسة هي جماعة المؤمنين، انا مش ضد الكنيسة، بالعكس انا متمسك بالكنيسة الى اخر نفس في عمري. ولن يتمكن احد بالزج بيا بره الكنيسة. انت ضد تصرفات اشخاص؟ بقول جملة صح؟ الرياسة الدينية، الرياسة الدينية، الرياسة الدينية. والرياسة الدينية مش كلها افراد. هل كانت الحكومة كلها فساد؟ لا، الدكتور عصام شرف ما كان من الحكومة قبل كده، وهو انسان اسمه عصام شرف وهو يمتاز بالشرف، تمام. الاب الكاهن اللي قال لميري ده هي تروح اسلامي ولا امشي زي ما انت عايزه تمشي، هل حضرتك تعتمد اب كاهن؟ اب زي ده انا ما اقدرش اقول عليه اب، كلمه اب دي. هل الاب الذي يروع ابنائه بالكلاب المتوحشه ده اب؟ ابونا يؤنس القمص، يؤنس كمال منزل في مصر اليوم بيقول ان اللي يطلب محاكمه ابوه يبقى قليل الادب، والاب اللي يروع نازل معايا جورنال سعادتك لو تحب اجيبه. لا لا شفتها. والاب اللي يروع ابنائه، المقهورين، يروعهم ويفزعهم بالكلاب المتوحشه، نقول عليه ايه؟ يلعب معاهم. قولي لي يا ميري، شاركتوا في المظاهرات انتوا الاثنين؟ اكيد طبعا. والنتيجه؟ النتيجه يعني رد علينا البابا شنوده، يعني للاسف البابا بعد شنوده بعد اذن حضرتك للاسف سوري استنى قال هو القانون الموحد ومفيش غيره. يعني اخبطوا دماغكم في الحيطه. هو ما عنديش غير كده. وللاسف برضو حتى القانون الموحد مش بينفذه. طب ما هو القانون الموحد، عيله الزنا فين؟ ما فيش. استاذ اسامه، في اخر اليوم بعد ما انتهت المظاهره توجه الجميع تحت مقر البابا شنوده وقعدوا ينجدوه بكل حب وبكل ولاء. فوجئنا باحد رجال الامن الكبار، مش فرد امن عادي، رجال الامن اللي هم داخل الكنيسه مقر البابا، مش الامن، بالعكس الامن الشرطه كانوا شرفاء جدا. ولما جالهم بلاغ اطلعوا دول معاهم مطاوي وهيعتدوا على الامن بابولا، طلعوا يعني بصراحه يعني ردهم كان مشرف بصراحه. رجال الشرطه ورجال الداخليه كان ردهم مشرف وابوي، وانا بشكرهم على موقفهم. ابوي مش شرطه، الابوي سوري برضو خلاص. سياده اللواء اللي قابلته، انا وصلت متاخر، انا وصلت حوالي الساعه 6 او 6 ونص. راجل اب مش لواء شرطه، راجل اب. ايه ده؟ ايه ده؟ نزل الكلاب دي تحت وشخط في بتوع امن القدر، ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ بمنتهى الامانه تجمع الكل تحت مقر البابا شنوده وقعدوا ينجدوه. خرج احد رجال الامن الكبار بالكاتدرائيه قال لهم هاتوا للصبح مش هيعبركم. حضرتك عندك اولاد؟ عندي. عندك اولاد؟ لو ابن حضرتك في الشارع تحته بينده عليك هتعمل ايه؟ هترد عليه؟ كتر خيرك، شكرا لسعادتك. ميري، خبطت راسك في الحيطه ولا لسه؟ لا. مش ممكن حضرتك تكون كاميليا الثانيه او عبير وتبهدل البلد؟ غيرها وغيرها 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 وغيرها. بحق لصالح مين؟ حقنا اللي في الانجيل. لصالح مين هدم كيان امه شريفه عريقه زي مصر؟ لصالح مين هدم الامه دي؟ انا عايز اعرف. انا عايز اعرف منك يا ميري، خبطت راسك في الحيطه ولا هتعملي ايه؟ عمري ما هخبطها في الحيطه. امال هتعملي ايه؟ هفضل وراهم لحد ما اخد حقي، حقي اللي المسيح قال عليه مش اللي البابا شنوده قال عليه. احنا مش عايزين اللي قاله البابا شنوده، احنا عايزين اللي قاله المسيح. طب المفروض البابا شنوده يتحدث بما جاء به المسيح. لا، البابا شنوده عامل قوانين لنفسه. ايمن اشرف، ممكن اعرف معتز انت مسيحي ولا مسلم؟ بجد عيب، بجد بقى زهقت. البرت سام، فين حق الرد يا معتز؟ خليك عادل. رضا بيجهز لحضراتكم كل اسامي الاباء والكهنه اللي اتصلنا بيهم، القائمه الطويله، ولم يتفضل علينا احد بالرد او مناقشه الموضوع. بنتكلم في الموضوع ده معاهم، بنحضره بقالنا 5 ايام. الجميع رفض، الجميع رفض. واقول لكم كل الاسامي وينكروا ان احنا اتصلنا بيهم. عشان بس حصل يا فندم في قناه ثانيه في اقباط متحدون اتصلوا بتسع اباء واساقفه ورفضوا ان هم يردوا. ولكن حاولنا، هيكون معانا استاذ رمسيس نجيب محامي من محامي البابا شنوده للرد. والرجل على راسنا من فوق، وده اللي قدرنا نجيبه، ليس رجل دين ولكن رجال الدين تخلوا عن الموقف. ما مش هجيب حد من بيتر بوب بيقول لي برضو المفروض يا استاذ معتز تستضيف اب كان عشان حق الرد. احنا بنحترمك جدا ولو سمحت الرد. رديت يا بيتر.
وانا بحترمكم جدا 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 وعارف ان الدنيا بتولع في وش في حاجات زي دي، ولكن انا ضميري مستريح وبراعي ربنا في اللي انا بعمله وما قصديش اي حاجه تماما. هناك دول الحالتين ماري واسامه ب 39 حاله على سبيل المثال يا فندم، حالات بسيطه جدا لاخوات ليكم وناس عايشين وبيتألموا وبيتعذبوا. اسامه كلمه اخيره. كلمه اخيره بعد اذن سعادتك. هناك بعض التداريس والاقوال اللي بتتردد في المجلس الكليريكي بناء على تعليم الانبا بولا في كتاب الاسره المسيحيه. بيعلم الاباء الكهنه عندما يكتشف الزوج في صفحه رقم 27 من كتاب الاسره المسيحيه. بيعلم الاباء الكهنه ان عندما يكتشف الزوج خيانه زوجته، اوكي، يقوم الاباء الكهنه بالضغوط على الزوج حتى يوافق بالامر الواقع. هل الضغط مطلوب؟ هل الضغط ممارسة الضغوط الأبوية من الأباء الكهنة مطلوب؟ بالإضافة كل الحالات اللي عرضناها على سعادتك وقصاد كل المشاهدين وقصاد الإخوة كلهم بتقول إن في حالات غش، في حين أساسا يحل الرجل للمرأة في الزواج المسيحي بحلول الروح القدس، وفي الكتاب قداسة البابا شنودة الثالث اللي هو الروح القدس وعمله فينا في صفحة 87 بيقول إن الروح القدس لا تحل في وجود الظلمة، في عمل الظلمة. هنا يقصد قداسة البابا شنودة الظلمة اللي هي الخطية. هل الغش والخديعة والكذب دول مش من أعمال الظلمة؟ تمام؟ يبقى كل الزيجات دي زيجات إيه؟ هل حالة الروح القدس؟ هل كل زوج وزوجة تم عليهم الغش كانت الزوجة هنا حلاله أو الزوج حلالها؟ يبقى هنا في وقعة زنا سعادتك. صح ولا أنا غلطان؟ أفيدونا وقبل أن تفيدونا أغيثونا. قبل أن تفيدونا أغيثونا. أنا بتكلم من كتب الآباء. من كتب الآباء. بالإضافة إن في كتاب أسرار الكنيسة السبعة للأرشزياكون حبيب جرجس بيقول ويتحد الرجل والمرأة اتحاد مقدس بنعمة الروح القدس. لما زوجة تسيب بيتها بالسنين ده فين الاتحاد هنا سعادتك؟ عارف الزوجة اللي بتسيب بيتها دي حضرتك الكتاب المقدس بيقول عليها ايه؟ ولا المرأة التي تركت بعلها اولا عصت شريعة العلي وثانيا خانت رجلها. ما خيانة هي. ما هي خيانة. ومش كده وبس، ايضا الرجل الذي لا يفي حق بيته فانه ايه؟ خرج عن الايمان، يعني بقى كافر مش زاني بس، خرج عن الايمان. لا نأخذ بهذه ونترك تلك. والحرف يقتل ولكن الكلمة تحيي، لأن الجميع يتشقد لا طلاق لعلة الزنا، علة. هناك فرق بين العلة وبين الخطية. جميل، قبل ما أخذ رد ميري أختم بيه، شهير فرح أحييك يا أستاذ معتز، أين الأستاذ نجيب جبرائيل من هذه المواضيع؟ بجد كان معانا على التليفون في الأول ولكن كان مداخلته هتبقى بدري قوي، كانوا مجهزينه. حسن سعد يا استاذ معتز الموضوع ده ما ينفعش، الاقباط دول ارواح برضو، يا ريت تقف بجانبهم اكتر من كده والقضيه دي تخلص على خير. هبذل اكتر ما في وسعي، وعدت ضيوفي من قبل ما تقول ومن قبل ما يبدا الهوا ان احنا سنستمر، وتواصلت معاهم قلت لهم ان انا هتواصل معاهم بمشيئه الله في الايام المقبله وهعمل اللي اقدر عليه، ولكن بحاول على قد ما اقدر. انجي محمود، ايه الظلم دي؟ كل دي مشاكل بدون حلول. السيدات تسير في طريق مظلوم في ظل هذا التخاذل والتعالي على الضعفاء. بيهاتار أغلو، إزاي رجل يضرب ست؟ أنا مش عارفة، دي وسيلة ضعف مش قوة. أحمد الخطاط، على فكرة ما فيش أي دين في الأرض يمنع الموضوع ده أبدا، قلبي مع ضيوفك يا أستاذ معتز. موناليزا عصام بره الموضوع بتقول فين يا أستاذ معتز موضوع حسين سالم اللي استنيناه من امبارح؟ بكرة سامحوني، كل حاجات شرم الشيخ بمشيئة الله بكرة، من غير عنوان بقى ومش عايز أقول اسمه. أنت مسلم صح؟ أنت مسيحي صح؟ أنا مصري بس، أنا مصري. يعني كل ما يبقى في موضوع فيه مسلمين ومسيحيين أتسأل هذا السؤال. قلنا خلينا نعدي، بفتخر بديني اللي بنتميله، ولكن كمان بفتخر بمصريتي ومحور ديني، إن الحوار يتحول لديني إيه بيخرج الحوار أو أي حوار من سكته الحقيقية. لو فرقت، لو أنا طلعت بقى ولا مسلم ولا مسيحي، ها، ودين تالت أفرق معك؟ مش بتناول المواضيع بحيادية ولا ما تنواش بحديها؟ بالله عليك، عقب تعقيب بعد اذن حضرتك. اتفضل. انا وكل الاخوه الاقباط لما اتولدنا في الاول اتكتب في شهاده ميلادنا ايه؟ مصري. وبعد كذا يوم ابويا وامي خدوني عمدوني بقيت مسيحي، فانا مسؤول من الدوله قبل مسؤول من إيه؟ قبل ما ابقى مسؤول من الكنيسه. انا مصري مسيحي، مصري الاول. اول ما اتولد اتحط
بياني ان انا مصري وبعد 40 يوم او بعد فتره اتعمدت بقيت مسيحي. لو بيتر سعد لو السيد المسيح موجود بيننا في هذا العصر لكان اتاح لنا الطلاق. انا شاب مسيحي متزوج توجهني انا وزوجتي العديد من المشاكل ونقوم بحلها، ولكن عندي في العائله مشكله عويصه لابن عمتي لان هو وزوجته على خلاف دائم وهي الان مقيمه عند والدها منذ 3 أعوام هي وابنتهم الوحيده ولم يرى ابنته طوال هذه المده، وقام الشكوى بالشكوى للكنيسه عده مرات دون جدوى، توجه للقدرائيه وقدم شكواه وقابل الانبا بولا عده مرات، فما الحل في هذه المشكله وما ذنب هذه الطفله؟ ارجو الرد. دورنا ان احنا نعرف. ينضم المير يخبط دماغه ينضم المير. رياض ناجي يا ريت ما نغلطش بسيدنا البابا الحقيقه الراجل تعب يلا بلا حق على ايه ولا ايه دي مسؤوليه الناس المسؤوله. ده بيوجه لك انت الكلام تقليل. لو هو مش قد المسؤوليه يتنازل عنها بعد اذنك يا استاذ اسامه معلش. لو هو مش قد المسؤوليه ديت اللي ربنا امنه عليها يتنازل عنها لحد تاني يكون هو مسؤول منها. عمر البدري والله بارك الله فيك يا معتز اخواننا الاقباط مشاكلهم تمسنا فنحن منهم وهم منا، ده اكيد اكيد مشاكلهم تمسنا مع بعض كلنا زي ما مشاكل المسلمين تمس الاقباط. ما انت مش هتقدر تعيش واللي حواليك زعلانين استحاله ولا متضايقين وانت تبقى مبسوط، الحكايه مش كده. يا استاذ مستر معتز ازاي محمد السيد بيقول لي ازاي ارثوذكس ده عليك يا اسامه والزوج مكتوب مطلقه هل ده ينفع؟ يا فندم لان هم هقول لحضرتك لان اساسا هي خدت الطلاق لان الزوج غير قادر تمام، ودي برضك من ضمن الحاجات اللي قاعد يتشدق بيها الاباء الكهنه للضغط عليا. فانا جاوبت انا بحب دايما ارد على الاباء الكهنه بالكتاب المقدس كما تعلمت من افواههم المقدسه. في ايه في الانجيل بتقول الخصي المتشهي يفسد البكر. الخصي المتشهي يفسد البكر، طالما اسد الستار لم تصبح بكر. صح ولا انا غلطان سعادتك؟ قانونا وشرعا. قانونا وشرعا. مش هقدر افتي شرع. تصريح الزواج طالع ايه؟ مطلقه. ليه الاب الكاهن ما كتبش بما يرضي الله؟ وضحت عشان عندي فقره ثانيه سامحني انا ممكن كنا ناخد وقت اطول من كده. رضا وهبه بيقول يا ريت يا استاذ معتز تسالها ده اخر سؤال سامحوني الرسائل كتيره قوي قوي قوي. هي في الاساس مش كان في فتره خطوبه زواج هل هي كانت موافقه عليه ولا اتجوزته غصب عنها؟ ويا ريت تسال الطرف الثاني عشان تبقى الروايه مكتمله. انت بيقول لك طب فتره الخطوبه يعني كنت هعرف ان هو هيزني فتره الزواج؟ انا كنت هعرف ازاي مثلا؟ لو هو يقدر ياخد واحده ويعرف اذا كانت هي تمشي غلط ولا صح يبقى يحكم عليا انا اعرف ممكن اعرفه يمشي غلط ولا صح. وتسال استاذ اسامه هل تم الزواج بدون السؤال عنها وعن اهلها ولا هي عروسه يعني جت بسرعه؟ لا ده رشحوها ليا احد الاباء الكهنه وكل المعلومات دي هي بالمغالطة والمخالفة القانونية ومغالطة ومخالفة التعليمات الرئاسة الدينية تم فيها إخفائي وإخفاء المعلومات عني لأن أنا عمري ما كنت أعرف أن هي سبق لها الزواج إلا منها وهي داخل على غش فعمرها ما هتقولي أو من الأب الكاهن لأن المفروض الرئاسة الدينية بتفرض على الأب الكاهن أن هو يستكتبني إقرار عن أي حاجة تمسها في السابق سواء سبق زواج أو حالة صحية تعوقها من الإنجاب ودي برضك اللي اكتشفتها من بعد كده إن هي استحالة الإنجاب ليها. محمد بدوي أبو الحمد معتز الله يكون هناك عز الحلقة وأحييك بجد على ثقة الشعب المصري بكل أطيافه ويا ريت يصل بنا الحب إلى درجة أن نشكي لبعض همومنا وأن نتشارك في حل قضايانا. أحلى جملة بختم بيها هذه الفقرة لسه معانا هيبقى الأستاذ المحامي رمسيس النجار وأستاذ مجدي واحد من المدارين. خلونا نسمع الحكايه. في الاول بشكركم دي خطوه اولى. احنا اللي بنشكر حضرتك. استاذ اسامه فرج بشكرك شكرا جزيلا نورتنا واسعدتنا وبتمنى لك السعاده في حياتك وان ربنا يوفقك ويوفق كل الحالات المماثله لحل سريع وعاجل. ماري مكين بخيت بشكرك شكرا جزيلا وربنا معاك. اذا متواصلين لسه بعد الفاصل محطه مصر بعتذر لكل الرسائل هنتواصل بعد الفاصل وان شاء الله نحاول نقرا على قد ما نقدر. أول مطلب لينا هو عزل نيافة الأنبا بولا ومنصبه مجلس إكليريكي لأن الأنبا بولا ما هوش فاضي لينا أساساً. ده راجل مطران للغربية ما هوش فاضي. ده أول هام. تاني هام تعيين أكتر من أسقف يكون اختصاصه الوحيد هو المجلس الإكليريكي. تكون شغلته هي المجلس الإكليريكي. لا ماسك أبروشية ولا ماسك أي حاجة. شغلته قاعد هنا عشان يعالج مشاكلنا. إحنا بقالي 6 سنين. الناس دي بقالها 7 وفي بقالهم 11 سنة بيطالبوا بحقوقهم. ما فيش حد بيسمعنا. عندنا الآية بتقول
تعالوا إلي يا جميع المتعبين، احنا كلنا تعبانين جايين عشان حد يريحنا يا جماعة. كنا جايين الاثنين اللي فات بنطالب الأم بولا يقف يتكلم معانا ونشرح له ظروفنا عشان رجوع المادة 38، وللأسف محدش طلع معاهم الأسبوع اللي فات، واحنا علقنا الاعتصام من الأسبوع اللي فات للأسبوع ده للرد علينا، وللأسف لحد الرد ولا حد طلع يخاطبنا، ولذلك قفلوا الباب قدامنا ورفضوا دخولنا. القوانين دي موجودة، قداسة البابا لغى كل القوانين وخلى الطلاق للزنا أو الإسلام، يعني بيجبرني أروح أزني أو يجبرني أسلم، وبعد ما أعمل كده يقول لي ما أعرفكمش ماليش دعوة بيكم. لائحة 38 دي لائحة، هي لائحة قانونية، القانون الموحد الجديد ده قانون، ده حاجة غير قانونية أو غير دستورية أصلاً. القانون اللائحه 38 اصلا كانت بتبيح الطلاق لعده اسباب، من ضمنها مثلا سوء السلوك، او مثلا لو حكم على احد الزوجين بحكم السجن. النهارده معنى كده ان لو زوج دخل السجن مراته ما تتطلقش حتى لو دخل السجن 15 سنه، ده غير ان لو ثبت سوء سلوك حد، سوء سلوك الزوجه مثلا، ما بقاش في طلاق. بيقول لك لا طلاق لعله الزنا، امين ما اختلفناش، احنا مش ضد الكنيسه ولا ضد الكتاب المقدس، احنا حضرتك انا من ضمن الناس حاله ينص عليها الكتاب المقدس، حضرتك والانبا بولا متفق معايا ان ليا تصريح جواز، وعشان حضرتك قدام الناس كلها عملت مظاهرات وطالبت بحق اخواتي، بيقول لي لو الطبق اللي سمح الاز مش هجيب لك تصريح، انا حضرتك من ضمن الناس ومعايا شهود، وقطيت على بوست على جزمه الانبا بولا، حضرتك ده لا يرضى بالشرع ولا دين، حضرتك فين حقوق الانسان ده كله مش عارفين. دلوقتي انا ليا تصريح جواز مش راضين يدوني، ليه بقى؟ انا دلوقتي بقالي 4 سنين ولا بشوف بنتي ولا 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 اعرف اي حاجه عن مراتي، تمام؟ ورحت لاب اعترافي تاني يوم شهر العسل وقلت له ان دي يعني ايه مش بنت بنوت، قال لي خلاص، بعد كده سابني ولا رد علي لحد دلوقتي 4 سنين، والله العظيم 4 سنين والله، وانا داير هنا مع الانبا بولا قال لي روح افتح ملف، جيت انا فتحت ملف قال لي نعمل لك ايه، روح اب الكاهن هو اللي يحلها لك. اللائحه 38 اتحطت من اساقفه وبطاركه وطلعت في لقاء الاباء المتحدون مع ابونا يونس كمال، واثبتت بالادله والمستندات. اللائحه 38 اتعرضت على 4 بطاركه، وكان اخرهم الاستاذ حبيب جركز الارشدياكون اللي هو كان من ضمن اللجنه اللي حطت اللائحه، والبابا شنو شخصيا قال ده استاذي، وطلع بيها بنود في مجله الكارمه ب 1/11/1929. اللائحه لائحه دينيه بحته ومن صميم الكتاب المقدس. البابا دلوقتي لمبه بولا كتب لي دلوقتي التصريح ده، التصريح ده انا عيب على ايه؟ المحامي بتاعي بيقول لي انا عاوز الزنا، الكلام التفصيل اللي هي جت قالته هنا، اللي جت قالته ده ما يمشيش، راح قبل الاحتراف بتاعي قال له ده ما بيمشيش معايا. نفس الصباحيه وجت هنا وقالت، وجت هنا وقالت، وقالت لهنا كله. وابونا رفائيل هنا قالت له مش رافض، اداني التصريح ده ماشي سيدنا، معلش معلش واقف معايا ودفع لي حق المحامي، بس المحامي بيقول لي انا عاوز الزنا، عاوز تفاصيل اللي هو حصلت الكلام اللي حصل للاسف. وبنتعامل اسوأ معامله في المجلس جوه، وحاله استفزاز مميته، مفيش، هم عايزين يقولوا كلمه تنفذ حتى وانت مش مقتنع بيها. يعني وضع زي وضعي، انا قابلت نيافه الانبا بولا في السي دي في وعملت معاه مقابله واعطيته ايميل وقال لي انت ما ترجعيش البيت تاني، بس ولا ليكي بطلان ولا ليكي تسريح. ولما كلمته بره التتر، بره التتر خالص، واتفهمت معاه، قال لي روحي هاتي القسيس يشهد بالكلام اللي انت قلتيه وساعتها نبقى نتفاهم. جبت له القسيس شهد، بس طبعا بعد ما سجلت للقسيس، وللاسف انا مضحوك عليا ومن حقي بطلان. رفضت الكاتدرائية اليوم استقبال بعض الأقباط لمناقشة مشاكلهم الاجتماعية، وخاصة فيما يتعلق بمشكلة الطلاق، لتظل لائحة 38 مثار جدل داخل الكنيسة. من أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أسامة أمام، لمحطة مصر.